السلام عليكم. السلام. تبدوا ما في أنفسكم. نعزي الجزائر في فقيدها. في فقيدها فضيلة الشيخ العلامة المجاهد العالم الرباني الفقيه المفسر المقرئ عالم الجزائري قولا واحدا ومجاهدها الذي أراد الله تعالى أن ينسئ له في أجله فعاش قرنا وزيادة. اللهم ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم شفع فيه صلاته، شفع فيه صيامه، شفع فيه حجه واعتماره، شفع فيه جهاده. كان الشيخ الطاهر يتأجد عالما عاملا بحق بعلمه، فعندما نفقده اليوم وعندما نشيع جنازته اليوم فإننا نفقد فيه هذه الخصائص وهذه الخصال التي نتمنى أن يهبنا الله أمثاله. كان العالم الزاهد وكان العالم المجاهد، وكتب الله له وجمع له بين الجهادين، جهاد التحرير وجهاد التعمير، والحمد لله ظهرت وتحققت فيه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وصلح عمله. فها هو اليوم ينتقل إلى رحمة الله، يلتحق برفاقه من العلماء والشهداء والصالحين، ونسأل الله سبحانه أن يلحقنا بهم جميعا. عاش حياته كلها معطاء وفيا خادما لدينه وخادما للوطن وخادما وفيا لدماء الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون.